هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مايا، ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده عن طريقه انشاء حساب جيميل بدون رقم الهاتف. بس قبل ما ابتدي عايزه اقول لكم ايه مميزات ان يكون عندكم حساب جيميل. اول حاجه تقدروا تستخدموه في انشاء قناه على اليوتيوب، انشاء مدونه على بلوجر، وفي تحميل الالعاب والتطبيقات من متجر بلاي. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنروح على التطبيقات ونضغط على جوجل ونضغط على جيميل ونضغط هنا وتنزلوا تحت خالص وتضغطوا على إضافة حساب آخر وتضغطوا على جوجل وتضغطوا على إنشاء حساب لنفسي. هنا بتكتبوا الاسم الأول وهنا بتكتبوا اسم العائلة وبعد كده بتضغطوا على التالي وهنا بتكتبوا تاريخ الميلاد، اليوم، الشهر، العام، وبعد كده بتختاروا الجنس ذكر او انثى وتضغطوا على التالي. وهنا بيقول اختيار عنوان جيميل او انشاء عنوان خاص بك. يا هو هنا مقترح عليك 2 ايميل، يا بتختار واحد منهم او بتضغط على انشاء عنوان جيميل وتكتب الايميل اللي انت عايزه. انا هختار واحد منهم وهضغط على التالي. وهنا بتكتبوا كلمة المرور، وكلمة المرور لازم تكون قوية فبتستخدموا حروف وارقام ورموز. ولو عايزين تشوفوا كلمة المرور بتضغطوا على رمز العين. وبتكتبوا تاني كلمة المرور وبعد كده بتضغطوا على التالي. وهنا بيقول يمكنك استخدام عنوان جيميل هذا لتسجيل الدخول لاحقا، بتضغطوا على التالي. وهنا الخصوصية والبنود، بتنزلوا تحت خالص وتضغطوا على اوافق. وبكده تم انشاء حساب جيميل. زي ما شفتوا الخطوات سهلة جدا وبسيطة. هتلاقوا الايميل بتاعكم هنا، هتنزلوا تحت خالص ودلوقتي هيظهر الايميل. وزي ما شفتوا دلوقتي ظهر الايميل. بس كده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتعملوا شير وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار كل ما انزل فيديو جديد. باي باي.